والآن أدعو الدكتورة هايكا هارمغارد، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعرض ما تم من مستجدات في محور الطاقة. Allow me to welcome Dr. Allow me to welcome Dr. Hayka Harmgard, Managing Director for CEMAD Region at the EBRD, for her speech. Thank you very much. And it's a great honor and a big thanks to His Excellency the Prime Minister, Her Excellency our Governor, Dr. Rania Al-Mashat, and also Minister for Electricity and Renewable Energy, Dr. Shekhar. I think usually you say a picture says more than a thousand words, so we've already had a video actually explaining where we are just 1 year after COP27 when Nuafi Energy Pillar was launched. But I just want to reiterate a few of the elements where we all together made an enormous progress, and secretly, not so secretly in this room, I try to say this is the JP that works, but it is actually a holistic effort. فقد كان هذا إنجازا شاملا كما قال رئيس الوزراء عندما اجتمعت الحكومة وكل الشركاء من أجل العمل على تحول أخضر في قطاع الطاقة في مصر. سوف أتحدث وسوف أشرح هذه الشريحة الوحيدة. لقد استمعنا عن الركائز الثلاثة، إخراج 3 جيجاوات عن العمل والاستثمار في الطاقة المتجددة والخضراء، وقد سمعنا إلى كل الإنجازات التي حدثت في مجال الطاقة الريحية والشمسية، لكن هذه التطورات تؤثر على 6000 موظف جراء هذا التحول العادل والذي سوف يتم تدريبهم، وقد شاهدنا في هذا الفيديو عمليات التدريب المقدمة لهم. هذا البرنامج الطموح الذي أطلق العام الماضي ولن ينتهي اليوم، إنما هو برنامج ممتد لخمس سنوات. أود أن أعرض عليكم التقدم المحرز حتى الآن. إذا ما نظرنا إلى الركائز الثلاثة التي حققنا فيها كثيرا من التقدم، الحكومة في شرم الشيخ التزمت بإخراج أكثر من 1 جيجاوات من المحطات العاملة بالفحم. نحن لدينا بالفعل أكثر من 1 جيجاوات من موارد الطاقة متجددة والتي تم الاتفاق عليها ويتم تمويلها الآن، وهناك 300 مليون تم استثمارها في مشاريع محددة منذ مؤتمر الأطراف 27، ولدينا تمويل مخطط لها مع الشركاء. إذا ما نظرنا إلى الأرقام في الاستثمار، 10 مليارات في القطاع الخاص، إنما هو طموح شامل، مصر أيضا هي شريكة في هذا في هذه الركيزة، وشهدنا ما يقرب من 2 مليار تم حشدهما خلال العام الأول. لدينا 1.5 مليار من حشد التمويل العام. أود أيضا أن أعرض عليكم بعض الأرقام لأن هناك كثير من الشركاء الحاضرين هنا في الغرفة والذين ساعدونا في تحقيق هذه الطموحات. لدينا أكثر من 450 مليون تم تبادلها مع الشريك الألماني، وملايين أيضا قد تم تخصيصها من أجل إقامة مزارع الريح، وأيضا خصص الأموال من أجل إخراج أكثر من 1 جيجاوات. لدينا أكثر من 600 مليون والشركاء في الوكالة التنمية الفرنسية أيضا وجهوا 50 مليون خلال المراحل الأخيرة. جميعنا تمكنا من تعبئة العمل بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن
أهم، والأمر الذي يجمعنا معا هو المساعدة الفنية التي تقدم إلينا واستمعنا إليها في الخطابات. أولا العمل معا مع وزارة الكهرباء حول إخراج محطات الطاقة من العمل، لقد بدأنا ذلك بالفعل، والآن نعمل على خطة عمل التحول العادل وقد بدأنا فيها أيضا. وهناك أيضا أمر مهم كما ذكرت معالي الوزيرة، وهو سلاسل القيمة الخضراء، وعملنا على تحديد هذه السلاسل هنا في مصر، وكما أرى هناك محطات ومناطق العمل في قناة السويس والتي سوف تعمل على الاستفادة وتقديم القيمة المضافة من أجل تحول مصر الأخضر والعادل. أيضا القطاع العام والخاص يعملان معنا من أجل سن التشريعات اللازمة لتيسير العمل، وأخيرا تعزيز شبكة الكهرباء والتي سوف يتم من خلالها تحديد المشروعات الأساسية. لقد حققنا الكثير والكثير في عام واحد فقط. شكرا جزيلا.